بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، اللهم اجزه عنا بما هو أهله، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. لقد تأخرت مريم، إني قلقة، أخشى أن يكون قد حدث لابني مكروه. ألم تقولي إن الله أوحى إليك بأنه سيرده إلينا سالما؟ أريدك أن تذهب في اتجاه مريم، قد تستطيع أن تدركها. فلننتظر ولا نحدث كثيرا من الحركة التي قد تلفت النظر إلينا وإلى مولودنا. أستطيع تحمل مشاهدة هذا الطفل وهو يذبح، لقد أحببته. لقد أحببناه جميعا، حتى السيدة آسيا أحبته حبا شديدا. هل تعتقدين أن السيدة آسيا تستطيع أن تقنع الفرعون بالعدول عن ذبح الرضيع؟ تستطيع مولاتي ذلك، فأنا أتمنى له أن يعيش. قليل من الوقت وسيخرج إلينا الفرعون والسيدة آسيا وسنعلم كل شيء. اتركه يعيش. يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا؟ إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل، أليس كذلك؟ بلى. وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟ إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل، إذن فليمت. لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا، وكلانا يعاني من ذلك. ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟ أقصد، لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يديه؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضاً عن ما حرمنا منه من الأولاد. أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة؟ زوجي اترك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً، وسيكن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك. اتركه، اتركه لينفعنا. لينفعك أنت، أما أنا فليس لي نفع به. هل يعني هذا أنك ستعطيه لي؟ اتركوه. لقد قال لكم اتركوه، ألم تسمع بعد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نجا موسى من فرعون، وحال الله بين فرعون وبين قتل موسى. الحمد لله، أنا لا أصدق أذني، سيعيش في قصر الفرعون
وآسيا زوجة الفرعون سترعاه. لقد اطمأن قلبي لذلك وتأكدت أن الله يحرس ابننا. أمي، أريد أن أذهب للنوم. أي نوم تتحدثين عنه يا مريم؟ وأخوك ربما يعاني من الجوع بعد قليل، فلقد فات زمن منذ أن أرضعته. لتذهبي إلى هناك وتطمئني عليه. ماذا به؟ لما لا يكف عن البكاء؟ ربما جاء وعليه أن يرضع. إذن فليأتوا بمرضعة. إيتوني بمرضعة واجعلوها تأتي كل يوم. لقد ملأ هذا الطفل المكان بهجة، حتى الخادمات سعدن لوجوده. حسنا، أريدك يا زوجي العزيز أن تعطي له اسما. لن أعطيه اسمي ولن أعطيه أي اسم داخل الأسرة، فهو ليس من الأسرة. ولم تنفعل؟ إن الموضوع بسيط. ربما يكون بسيطا بالنسبة إليك، أما بالنسبة لي فلن أعطي اسمي إلا لابني الذي هو من صلبي، ليكون فرعونا وعظيما مثلي. عليك أن ترضعيه جيداً أيتها المرضعة، فهو بمثابة ابن لزوجة الفرعون. لن أترك في أمعائه مكاناً إلا وملأته باللبن، فلا يوجد أهم من ابن سيدة آسيا. إنه يبعد بوجهه عن صدرك. هذا شيء عجيب، فهو كما تقولين لم يرضع منذ الصباح. نحن وجدناه في الصباح، وهذا يعني أنه ربما لم يرضع منذ أمس. دعيني أحاول مرة أخرى. لقد رفض مرة أخرى. هذا طفل عجيب. سأذهب إلى مولاتي كي أخبرها بالأمر. ماذا حدث؟ مولاتي، الطفل لم يقبل صدر المرضعة ولا زال يبكي. دعيني أحاول معه مرة أخرى. لا داعي، فإنه كلما وضعته على صدرك زاد بكاؤه، فهو يرفضك تماما. دعيني أحاول، أرجوك أرجوك، فأنا أريد إرضاع هذا الطفل، لأني أعلم جيدا أن سيدة آسيا ستدفع كثيرا. لما لا يقبل صدرها؟ لا نعلم يا مولاتي. فلتذهب هذه المرضعة ونأتي بأخرى، ربما يتقبل من الأخرى. حسنا يا مولاتي. you
من هذه التي معكم؟ إنها المرضعة التي أرسلت في طلبها مولاتي آسيا. فلتفتحوا لها الأبواب كي تدخل سريعا. هذه المرضعة هي أشهر مرضعة في مصر، فصدرها لا ينقطع عنه اللبن منذ سنين، ولم يجلس طفل على صدرها إلا ورضع. إذن فلنبدأ سريعاً، فلقد عانى هذا الطفل كثيراً. ما اسم هذا الطفل؟ لم نعطي له اسماً بعد. وماذا سيفيدك اسمه؟ فقط أرضعي. عجباً لهذا الطفل، لقد رفض ثانيةً. لا، لم يرفض. أنا التي وضعته خطأً على صدري في وضع غير مريح. إذن فلتحاولي مرة أخرى، وضعيه في وضع مريح. هذه المرة أعلن عن رفضه بوضوح. هذه أول مرة تحدث لي. إنه طفل عجيب، لم تحدث لي هذه الواقعة أبداً. وماذا علينا أن نفعل الآن يا مولاتي؟ هل أذهب لاستدعاء مرضعة أخرى؟ وماذا لو رفضها؟ لا أعرف يا مولاتي. أريد مع شروق شمس اليوم الجديد أن تكون كل مرضعات البلاد هنا عندي في القصر. أمر سيدتي. إن الألم يعتصرني. ابني جائع منذ الصباح ولا أستطيع الذهاب لإرضاعه. هوني على نفسك يا يوكابت، فماذا عسانا أن نفعل؟ سأذهب لإرضاعه. ماذا؟ ماذا أصابك يا يوكابت؟ أتريدين أن يقتلوه؟ أنا أريد إرضاع ابني، لا أستطيع التفكير في غير ذلك. هل نسيت يا يوكابت ما أوحاه الله إليك؟ هل نسيت ما وعدك الله إياه؟ كل هؤلاء السيدات تمتهن مهنة الرضاعة؟ نعم، وما أسهلها مهنة، فهن لا يفعلن أي مجهود، ثم بعد ذلك يحصلن على الأموال. هل تريد أن تعمل مرضعة؟ يا لسخافتك أيها الجندي السمج. السيدة آسيا زوجة فرعون مصر العظيم. لنبدأ. لقد رفض، فلتأتي التي تليها. رفض. 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 رفض.